أهلا بكم. الفنان الكردي والبيشمركة سعيد كباري حمل الفلكلورة والتاريخ الكردي في صدره وقلبه، وساهم في حمايته من الضياع في ظل الهجمات العدائية من قبل أعداء الكرد، صاحب المسيرة الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من 50 عاما. ولد الفنان الكردي سعيد كباري في 13 من نيسان أبريل عام 1956 في قرية خربيكجي الواقعة شرقي مدينة عمودة التابعة لمحافظة الحسكة بكردستان سوريا، وهو أب لثمانية أولاد. عرف الفنان سعيد كباري الفن في سن مبكرة، حيث بدأت موهبته الغنائية بالظهور وهو في 8 من عمره، وقد تأثر بأمه التي كانت تغني الأغاني الفلكلورية الكردية، وكانا يحفظان الأغاني معا. أول أغنية له كانت في السن 10 من عمره في قامشلو وعمودة، حيث غنى الأغاني القومية والفلكلورية والشعبية في ظروف صعبة تكاد تنعدم فيها أبسط وسائل نسخ الكاسيتات والتوزيع والتسجيل الصوتي. استطاع سعيد كباري تسجيل أول أغنية له عام 1969. تعرض الفنان الكردي للاضطهاد من قبل السلطات الأمنية في سوريا بسبب نضاله وأغانيه القومية والثورية، حيث سجن في سجون النظام لأكثر من مرة. في بداية الأزمة السورية فتح بيته لاستقبال عشرات الأسر الكردية اللاجئة، ورغم فقدانه للبصر إلا أنه رافق قوات البيشمركة، وأسهمت أغانيه في نيل شعبية واسعة وصدى كبير في قلوب الثوار الكرد. توفي الفنان الكردي القدير والبيشمركة سعيد كباري في 4 من أيار مايو عن عمر ناهز 64 عاما نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة في إحدى مشافي هولير عاصمة إقليم كردستان. بخلاصة، الفنان الكردي سعيد كباري خدم الغناء والموسيقى الكردية لسنوات طويلة، وأنشد العديد من الأناشيد والأغاني الحماسية عن النضال والبيشمركة، وظل مخلصا لنهج البارزاني الخالد حتى رحيله، كما خلف وراءه أرشيفا موسيقيا وغنائيا ثريا، وستبقى ذكراه كفنان قدير حية من خلال أعماله ونتاجاته. لا صبري ولا لا برخي صبرا بصبري واي 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 لا ناري لا من مبركة عامودة ميلا تاقرة الكرمة يا والكبار من مبركة عامودة ميلا تاقرة مدي سلفا شوار بابا عبد الحميد كاكا قول شينا باشا املا كارمو جدك دي حلاقي خذي زانش قندك والمسخوفة دنا حسن خنجو بابا ميان القجي قايلة بابا البستير يرمي هواي صدق وسكا من ابوي كلك يا ابوي دوران ابوي دم افسر شان صالت ماما بازت لام كاجيك لبن كوني رشي كرمان جدتين عطا خمسين كوبري مهل قلت يا كوباري